انطلاق النسخة الثانية من مهرجان ليالي المديح النبوي لهذا العام الذي يتم تنظيمه خلال شهر رمضان المبارك تزامنا مع ذكرى غزوة بدر الكبرى. المهرجان المديحي الذي ينظمه مركز ترانيم للفنون الشعبية بساحة فضاء التنوع الثقافي في العاصمة نواكشوط يشهد هذا الموسم مشاركة 12 مداحا سيعتلي المنصة المديحية تقاسما لمدح خير البرية محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ويقول القائمون على هذا المهرجان إن الهدف منه هو إعادة موروث المدح وصيانته للأجيال القادمة. الغرض منه على إعادة الموروث وتعليمه وصيانته للأجيال القادمة. كما تعرف في مجموعة من الأجيال، هاي الأجيال الموجودة حالا ما عندها ياسر من المعلومات حول المدح وحول تاريخه وحول مشئه، لأن بكل بساطة المدح ما هو مكتوب، المدح ما هو مكتوب، والناس اللي وصلت المدح لا عن طريق الحفظ وعن طريق الشفوي. السهرات المديحية تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا، فالمدح يعتبر موروثا شعبيا وثقافة أصيلة يحتفل بها الموريتانيون. إعطاء قيمة جديدة وقيمة مضافة إلى كل ما هو ثقافة شعبية، بما في ذلك ثقافة المدح التي هي إضافة إلى أنها ثقافة دينية، ثقافة شعبية مرتبطة بشريحة معينة من شرائح موريتانيا. لذلك نعتقد كفريق للمهرجان أن هذه ما هي إلا خطوة أولى في سبيل إلقاء أضواء أكثر، بؤرة من الضوء أكبر على الثقافات الشعبية الموريتانية. ويستمر المهرجان المديحي 3 أيام وسط مشاركة واسعة من طرف المداحين الموريتانيين، كما يشكل هذا المهرجان ملتقا جديدا لإثراء القصائد المديحية الجديدة.